صباح الخير. اليوم عنا في سكيل 5 رح نحكي عن الـ present participles. Be careful of present participles. يعني كن حذرا من اسم الفاعل. رح نتعرف بهالمهارة انه مش كل فعل مضاف له ing هو عبارة عن مضارع مستمر او ماضي مستمر. ممكن يكون اسم فاعل بيعبر عن السبجكت تاع الجملة وبيوصفه. هلأ بالانتقال إلى أول صفحة عنا بتعالج الموضوع Be careful of present participles في skill 4. A present participle is the ing form of the verb talking, playing. In structured questions in the TOEFL test, a present participle can cause confusion because it can be either a part of the verb or an adjective. It is part of the verb when it's preceded by some form of the verb be. يعني ممكن يسبب لي نوع من اللخبطة وجود الفعل مع ing انه ممكن اشك هل هو جزء من الفعل فيعتبر فعل ولا مجرد صفة. لو نطلع على المثال the man is talking to his friend. The man is talking to his friend فيها subject the man is talking هي verb to his friend الcompliment. منلاحظ انه talking هون هي عبارة عن جزء من الverb هي part of the verb بحكم انها مسبوقة بفعل من افعال be. لو نشوف الجملة الثانية The man talking to his friend has a beard. The man talking to his friend has a beard. The man هي subject. Talking في البداية ممكن يصير عندي confusion. بقول وين فعل be اللي لازم يكون قبل talking سواء is, are, am, was, where حسب شو عندي subject. ولكن وجود ing فقط ممكن يخليني أشعر إنه في خلل في الجملة. لكن لما أكمل الجملة to his friend جار مجرور has هي verb, a beard هي compliment فبالتالي في عندي has كفعل موجود أصلاً في الجملة وفي عندي subject واحد فقط في الجملة اللي هي the man هي subject, has هي verb وtalking بهاي الحالة على طول بتذكر قاعدة اسم الفاعل وبعتبر إنه talking عبارة عن adjective للsubject اللي هي the man فبالتالي ما بصير عندي هون confusion talking هي عبارة عن present participle as adjective في الجملة أما has هي الverb هلو نشوف المثال عندي هون The child playing in the yard is my son The child playing in the yard is my son لو نطلع أول شيء على the child نعرف إنها subject playing هي verb مضاف له ing in the yard جار مجرور is هي verb my son مجرد complement هلا بحسب القاعدة الأساسية عنا في التوفل أو في مادة إنجليزي 101 لازم يكون في عندي subject و verb في الجملة السبجكت هي the child الverb هي is فبالتالي ما في عندي أي نقص أساسي بمكونات الجملة البسيطة حسب ما إحنا أخذنا في القواعد هلا في الخيارات في عندي now is he and was هلا the child إذا حكيت is playing in the yard is my son رح يكون في عندي خطأ بحيث في عندي رح يكون extra verb رح يكون في فعل زيادة رح يكون عندي فاعل واحد وفي عندي two verbs for the same subject so the child is playing in the yard is my son هو خيار مستبعد he طبعا ما بقدر أني أحط كمان he لأنه في عندي already subject فما بصير يكون في عندي two subjects for one verb in the sentence هلأ was نفس مشكلة is ولكن بزمن آخر صف عند الخيار الوحيد الصحيح هو now now هي عبارة عن adverb of time بتدل على الوقت والزمن هي ما بتأثر على الجملة ما بتأثر على تركيبتها the child now playing in the yard is my son هي الخيار الصحيح الوحيد بحكم playing هون صفت عبارة عن adjective أو present participle as adjective وهي مش verb بالجملة لو بدي اعتبرها انها verb اكيد لازم اسبقها اما ب is او was ولكن بحكم وجود is في الجملة بالتالي انا مش بحاجة لكمان verb فالجواب الصحيح هو now وموقع playing من الاعراب هي عبارة عن adjective لل subject the child ومعناها الطفل اللاعب الان في الحديقة يكون ابني فplaying هي عبارة عن present participle as adjective خلينا نشوف التمارين لحتى تتسهل معانا وتتوضح الأمور بشكل أكبر. The companies offering the lowest prices will have the most customers. The companies offering. هلا لو أطلع عليها في البداية بقول the company subject. Offering هي جزء من verb. طيب وين الفعل المساعد؟ ما في عندي هون helping verb. ممكن أشعر الجملة هاي فيها خلل وفيها خطأ بحكم عدم وجود فعل مساعد مع offering. لما أكمل الجملة the lowest prices will have هي الverb
فبالتالي على طول بيروح فكري إنه offering هي عبارة عن present participle as adjective وليست part of the verb. لما أطلع على الجملة الثانية those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Those travelers are completing. Those travelers هي subject are completing verb. لحد الآن ما في عندي مشكلة. Their trip on Delta تكملة للجملة should report هي كمان verb. هل بجوز لنفس السبجكت يكون في عندي two verbs are completing should report؟ أكيد لا. فبالتالي في عندي خلل في الجملة، في عندي extra verb. الخلل في هاي الجملة هو وجود extra verb. لو حذفت ال R بتصير those travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. بتيجي معناها إنه المسافرين المكملين لرحلتهم في الدلتا. فبالتالي حذف الفعل المساعد R بخلي completing present participle as adjective. في الجملة الثالثة the artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. The artisans هي subject, were demonstrating هي الverb. ما في عندي فعل آخر في الجملة غير were demonstrating فبالتالي هي الفعل الوحيد في الجملة لفاعل وحيد في الجملة فبالتالي الجملة correct. الجملة الرابعة the fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. The fraternities هي subject are giving هي verb. لحد الآن الجملة صحيحة. لما أكمل الجملة the wildest parties تكملة في عندي كمان verb اللي هو attract. Attract هي أيضا فعل. فبالتالي كم subject عندي في الجملة؟ عندي subject واحد the fraternities. كم verb؟ في عندي two verbs. في عندي are giving وفي عندي attract. هلأ إذا بحذف ال R بتصير عندي giving عبارة عن present participle as adjective للfraternities وattract هي الverb. الجملة هاي الرابعة incorrect فيها extra verb اللي هو are. The first team winning four games is awarded the championship. The first team winning. لاحظوا ال winning هي عبارة عن present participle as adjective لfirst team. Four games complement is awarded verb. الجملة صحيحة فيها فاعل واحد the first team وفي عندي is awarded هي الverb. أما winning هي عبارة عن present participle as adjective. مش مأثرة على الجملة وما في عندي في الجملة بالنهاية غير فاعل واحد وفعل واحد فبالتالي الجملة صحيحة correct. The speaker was trying to make his point was often interrupted voice firstly. لاحظ the speaker هي subject was trying هي الverb. To make his point, complement, was often interrupted, هي كمان verb. فwas trying, was interrupted, هو two verbs لسبجكت واحد speaker. لو حذفنا الwas الأولانية, بتصير trying عبارة عن present participle as adjective للsubject speaker. Was interrupted, هي بتكون الverb. فبالتالي بتصير الجملة صح. ولكن في جملة ستة, الجملة incorrect, فيها extra verb. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market. The fruits هي subject were rotting هي verb because of the moisture in the crates هي كلها جملة إضافية تابعة إلها وما فيها كمان verb. فبالتالي الفروتس فاعل were rotting هي verb فالجملة correct. Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. Any students هي subject desiring هي adjective. بحكم إنها عبارة عن present participle مضاف له present participle بمحل adjective should complete هي الverb فبالتالي الجملة صحيحة فيها فاعل وفيها فعل. Number 9 the advertisements were announcing the half day scale received a lot of attention. The advertisements هي subject were announcing هي verb وreceived كمان verb فبالتالي وجود فعلين لا فاعل واحد هو خطأ فبالتالي الجملة هاي incorrect فيها extra verb اللي هي where. لو حكينا the advertisements announcing the half day sale received a lot of attention بتصير الجملة صحيحة فاعلها the advertisements وفعلها received و announcing بهاي الحالة بتصبح adjective ولكن بحكم وجود فعل مساعد قبل announcing خلاها كمان verb فبالتالي الجملة هاي خاطئة لأنه فيها extra verb فيها فعل زيادة. The spices flavoring the meal were quite distinctive. The spices subject, flavoring adjective, were اللي هي الverb.
الجملة هاي فيها فاعل واحد the spices فيها فعل واحد هو where أما flavoring هي present participle as adjective فالجملة هاي correct طبعا عندكم الأمثلة هاي موجودة في الكتاب صفحة 103-104 مقسومة على قسمين كل خمسة بصفحة بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو التوضيحي ومن الإجابات إذا في حدا عنده أي سؤال بإمكانكم تبعتوا لي مسج على المودل لأي استفسار بيتعلق في الأسئلة أو في التمارين يعطيكم العافية ونشوفكم بالمهارة الجاية.